هنروح لنتعرف على حالة الشوارع، وهنروح لاستعراض الحالة المرورية مع بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع زميل العزيز تيمثي إيهاب. صباح الخير عليك يا تيمثي، ايه اخبار الشوارع والمرور لديك اليوم؟ صباح الخير يا باسم، صباح الخير يا سارة، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي هذا الصباح واكسترا نيوز في كل مكان. برحب بحضراتكم من هنا من غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهنطل إطلالة سريعة جدا على عدد من الشوارع والميادين اللي بتشهد سيولة مرورية مما نراه في الشاشات خلال هذه الساعات من ساعات الذروة الصباحية. بنبتدي بميدان الجلاء بكل اتجاهاته بيشهد سيولة مرورية زي ما حضراتكم بتشوفوا، شارع شارل دجول، شارع التحرير، وكوبري الجلاء، كذلك ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية أيضا بيشهد سيولة مرورية، اتجاه السودان واتجاه سفنكس بيشهد سيولة مرورية. كذلك لو رحنا لكوبري أكتوبر، كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية في اتجاهيه اللي متجه ناحية القاهرة واللي متجه ناحية الجيزة، وكذلك كوبري عباس اللي متجه ناحية القاهرة المانيال واللي متجه ناحية ميدان الجيزة، وأيضا شارع البحر الأعظم باتجاهيه، كل ده بيشهد سيولة مرورية زي ما حضراتكم بتشوفوا. لو رحنا لطريق الواحات، طريق الواحات أيضا بيشهد سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين، سواء اللي متجه ل 6 أكتوبر أو اللي متجه إلى الطريق السياحي. كمان ميدان مهم من ميادين الجيزة، ميدان النهضة، بيشهد سيولة مرورية سواء المتجه ناحية جامعة القاهرة أو المتجه ناحية يعني كوبري الجامعة أو شارع مراد. كذلك هو الحال في ميدان سفينكس المتجه للقاهرة والمتجه للجيزة، وأيضا اتجاهي كوبري الدقي وشارع التحرير. إذن سيولة مرورية في كافة الاتجاهات والأنحاء في ساعات الذروة الصباحية. باسم وسارة برجع لكم بالكلمة مرة تانية. كل الشكر ليك الزميل العزيز تيمثي إيهاب. إذن مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام.